اسمع الحكاية واحفظ الآية والشاهد. بسم الله والابن والروح القدس الآن واحد أمين. احنا النهاردة في آخر الشهر والدنيا على قد حالها، واحد ومراته يدوب بيكفوا الشهر المصاريف بالعافية وفي انتظار مرتب الشهر الجديد. فواحدة اتصل بيها أخوها وقال لها أنا هاجي أنا ومراتي نزوركم. قالت لهم أهلا وسهلا، بس دورت في المطبخ كده طب هقدم لهم ايه. في العافية لقيت برتقانتين، قالت طيب أنا أخدهم، عصرتهم وعملتهم عصير برتقان، وقالت أي حاجة أقدمها وخلاص أحسن ما صحش بيت فاضي خالص على الآخر. فدخل أخوها ومعاه مراته، وصلت لقيت وراه داخلة حمات أخوها، فاتفاجئت كده واتحرجت، وبعدين أهلا وسهلا ورحبت بيهم وقعدتهم، ودخلت المطبخ وجابت كاسين اللي هم مليتهم برتقان، وجابت كوباية تانية مليتها مية، وقالت لأخوها أنا عارفة أنت بتحب السيفن أب فعشان كده عملت لك سيفن أب. وأخوها يدوب مسك كوباية سيفن أب وبيشرب كده من أول رشفة عارف إنها مية وحطها. راحت حماته قالت إيه، لا 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 أنا عايزة السيفن أب، أصل السيفن أب بتهضم وأنا كنت واكلة امبارح، ف بتقول شعرت بالحرج الشديد هعمل إيه. راح أخويا اتصرف بمحبة شديدة وحسيت فعلا بإحساسه بيا، وراح جري قال لها لا أنا أجيب لك إزازة ثانية من المطبخ عشان دي أنا شربت منها لحظة واحدة، وراح دخل المطبخ ومعاه الكاس، وسمعنا صوت الكاس والإزازة بتنكسر، وطلع قال لها يا حماتي لما أخذة الإزازة والكوباية انكسرت أنا هنزل حالا أجيب لك واحدة جديدة. قالت له لا لا خلاص الموضوع مش مستاهل، خلاص أشرب البرتقال وخلاص. وقعدوا فعلا القعدة بتاعتهم، وفي آخر القعدة وماشيين هي طبعا شعرت بمحبة أخوها وإنه يعني عداها من الإحراج، وهو بيسلم عليها كده وبيحضنها وحط لها في إيدها شوية فلوس اللي كانت معاه وقال لها خدي دول وما تنسيش بس تشيل الإزاز اللي اتكسر لحسن السيفن أب يغرق الأرض ويلم عليه الحشرات. وابتسم ومشي وترك ليها المحبة الكبيرة، وهي شعرت انه قد ايه الموقف عدى بمحبة اخوها. نحفظ الآية. ايها الاحباء احبوا بعضكم بعضا لان المحبة هي من الله. يوحنا الاولى 4:7. ايها الاحباء احبوا بعضكم بعضا لان المحبة هي من الله. المحبة وصية ليها صفات كتير، من ضمنها ان احنا نشعر بالاخرين ونستر عليهم، وزي ما بيقول كورنثوس 13 كتير، لكن احنا اخترنا الآية ايها الاحباء احبوا بعضكم بعضا لان المحبة هي من الله، يوحنا الاولى 4:7.